وأخيرا في هذا الشابتر التقديمي الانترودكتوري شابتر، إذا قاعدة سليمة وآمنة اللي هي أنه ترجع إلى السمري أو الملخص للمفاهيم المهمة والقوانين المهمة. إذا قطعة الموشن دايجرامز ديسكرايبين موشن وتعريف إذا مثلا الفيلوسيتي، إذا تعريفنا وتصنيفنا للسكالرز والفكتورز وتعريف الفكتور إذا بالاتجاه وطول الفكتور، وإذا مراجعتنا للوحدات والوحد للثلاث المقادير الأساسية اللي هم الطول والزمن والكتلة، مسألة scientific notation ومسألة unit conversion و significant digits أو digits أو figures هي نفس الشيء significant figures. أوكي، كانت إذن موضوع هذا المقطع هذا. أوكي، المقطوع حول كتابة الأرقام والأعداد. ما تكلمناش عن الـ order of magnitude estimate، هذه النقطة هذه ممكن تنسوها، ليست مهمة في هذه الفترة هذه.